الأخبار من ATV العدالة. وفيها: في قمة عدم الانحياز 18، الخالد يدعو إلى التعاون لخلق نظام عالمي أكثر توازنا وتفاعلا مع المتغيرات الدولية. اتحاد الصيادين يطالب بضرورة صيانة أو استبدال مارينا نقعة الشملان. شؤون ذوي الإعاقة توقف طلبات التقديم على منحة بنك الائتمان بالهيئة. ومن العناوين إلى التفاصيل: ألقى ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد كلمة الكويت في أعمال القمة 18 لحركة عدم الانحياز المنعقدة في جمهورية أذربيجان في الفترة من 25 إلى 26 من أكتوبر 2019. وقال الخالد إن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا لانخراط الحركة بشكل أعمق في الإسهام والتعاون نحو خلق نظام عالمي أكثر توازنا وأقدر تفاعلا مع المتغيرات الدولية، وهو ما سعت إليه دولنا من أجل إيجاد منظومة تستند على أسس راسخة من التنسيق المشترك تمكننا من تجاوز المعضلات استنادا إلى مبادئ وأهداف باندونغ. قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء خالد الفاضل إن وزارة الكهرباء والماء حسنت ترتيبها بمعيار الحصول على الكهرباء ضمن مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي. وقال الفاضل إن هذا التحسن جاء بعد حصول الوزارة على المرتبة 66 من بين 190 دولة دخلت في تقرير الأعمال 2020، وبتقدم بلغ 29 مرتبة عن عام 2019 حيث كانت في المرتبة 95 آنذاك. وأوضح أن هذا التحسن جاء نتيجة اختصار عدد الإجراءات المتعلقة بإيصال التيار الكهربائي بنسبة 29%. وأكد أن وزارة الكهرباء والماء حققت هذا الإنجاز بتضافر جهود العاملين فيها للعمل على تسهيل إجراءات الحصول على الكهرباء واتخاذ التعديلات اللازمة من خلال إعادة هندسة إجراءات العمل المتعلقة بإيصال التيار وتطوير العديد من الخدمات إلكترونيا مع النظم التطبيقية المرتبطة بها والاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية ونظم الدفع الإلكتروني الحكومي تسديد لتسريع إنجاز خدمة إيصال التيار. أكد المدير العام للإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي أن الكويت شهدت تحسنا في 7 مكونات ضمن مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، منها مكون التجارة عبر الحدود الذي تتولى إدارته الجمارك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. وذكر الجلاوي أن مكون التجارة عبر الحدود سجل رصيدا بلغ 52.6 بزيادة 2.1 نقطة مقارنة مع رصيدها في عام 2019، موضحا أن تفعيل النظام الجمركي الآلي والربط مع جهات الإفراج الجمركي وتقليص المستندات المطلوبة لإنشاء البيان الجمركي وفترة تخليص البضائع أسهم بتحسين نظام إدارة المخاطر الجمركية وكان له أثر فاعل في خدمة مكون التجارة عبر الحدود. شارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة أمين سر الشعبة النائب محمد الدلال في أعمال الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية في مدينة ريزا التركية. وقال النائب الدلال إن حضور الوفد البرلماني هذا الاجتماع يأتي حرصا من الكويت على المشاركة في أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية لأهمية دورها في توحيد رؤى البرلمانات الآسيوية فيما يتعلق بالقضايا البرلمانية المهمة. وأضاف أن الكويت تقدمت بمجموعة من المقترحات خاصة بإصدار قرارات تتعلق بالبرلمان، من أبرزها تنمية البشر في آسيا والهدف منها الدعم التنموي والبشري والاهتمام بسكان قارة آسيا، وذلك من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية.
أعلنت نائب المدير العام في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية بالإنابة هنادي مساعد المبيلش عن وقف طلبات التقديم على منحة بنك الائتمان الكويتي بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. وأوضحت المبيلش أنه استنادا على بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وبنك الائتمان الكويتي بالربط الإلكتروني والمؤرخ في تاريخ 24 من يونيو 2019 لتقديم أفضل وأسرع خدمة لذوي الإعاقة، فقد تقرر وقف طلبات التقديم على منحة بنك الائتمان بالهيئة، ويستطيع الشخص ذوي الإعاقة أو المكلف بالرعاية مراجعة بنك الائتمان مباشرة في شأن صرف المنحة المذكورة بعد صدور شهادة إثبات الإعاقة من قبل الهيئة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2019. أعلنت وزارة التجارة والصناعة صدور قرارين بإيقاف ترخيص شركتين عقاريتين ومنعهما من مزاولة النشاط تنفيذا لأحكام قانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت التجارة إن القرارين اللذين أصدرهما وكيل الوزارة عبدالله العفاسي نص على وقف مزاولة أي نشاط في قطاع العقار لهاتين الشركتين، مبينة أن هذا الإيقاف يشمل إيقاف الترخيص الصادر باسم المرخص لهما أو لتابعيهم بالأصالة أو بالمشاركة لحين إزالة أسباب المخالفات الثابتة بشأنهم كتدبير. لفت الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك إلى تزايد الشكاوى من الصيادين أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد من حوادث سقوط وإصابات بليغة بسبب عدم إصلاح وتبديل المارينا الموجودة بنقعة الشملان، ما تسبب في تعرض الكثير منهم لحوادث الانزلاق والسقوط عند الدخول بالطراريد واللنجات للوقوف على رصيف المارينا. وأوضح الاتحاد أنه قام بإرسال عدة كتب رسمية تباعا للشركة المسؤولة عن صيانة مارينا نقعة الشملان، لكن للأسف حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء للحفاظ على صحة وأرواح الصيادين. وأهاب الاتحاد بالجهات المعنية بقطاع الصيد إلى سرعة التحرك ومخاطبة الشركة المسؤولة لوضع حد لهذا الخلل في المارينا. في كلمة الكويت التي ألقاها المستشار بالوفد الدائم لدى الأمم المتحدة طارق البناي أمام جلسة لمجلس الأمن تحت عنوان الإتجار بالبشر من أجل الاستغلال الجنسي في حالات النزاع وما بعد النزاع، إدماج نهج شامل للتعامل مع الإتجار بالبشر ضمن أجندة المرأة والسلم والأمن في مجلس الأمن. قال البناي إن الإتجار بالبشر هو انتهاك لحقوق الإنسان ويغذي النزاع ويجب التعامل معه من هذا المنطلق، فالانتهاكات التي تتم خاصة خلال النزاعات تستهدف النساء والفتيات بشكل خاص، لذا لابد من مكافحة هذه الجرائم من خلال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين مع أهمية بناء القدرات للتعامل مع تلك الجرائم.